مساءكم ورد ومحبة أصدقائي تحياتي لكم قد يصبح تساقط الثلوج بين ساعة وأخرى من شيء جميل ومن شيء ننتظره كل أيام السنة إلى شيء مميت قد يتحول سقوط الثلج أو تساقط الثلوج العادي إلى عاصفة ثلجية مميتة طبعا هذا الفيديو هذا أسوي لكم وهو بمناسبة يعني اقتراب منطقتنا وتعرض ألمانيا إلى عاصفة ثلجية ولا تقلبات بالطقس منخفض جوي من القطب الشمالي طبعا حاليا احنا عندنا فتره ساعه راح يكون بها الطقس هادئ والطقس حلو فقررت اطلع واصور لكم لان بعد تقريبا 40 دقيقه الى 50 دقيقه راح يبدي تساقط ثلوج هنا كثيف وراح تزداد البروده وراح تتقطع كل الطرق فخلونا نستفاد من احد عشان نقطه تعلمك كيف تبقى على قيد الحياه اثناء حصول العواصف الثلجيه العواصف الثلجية شيء وسقوط الثلوج شيء آخر العاصفة الثلجية تكون مصحوبة بهواء عالي الهواء يخلي البرودة تبين كأنما هي شيء مضاعف يعني إذا هي ناقص عشرين راح تبين ناقص أربعين فبها خطورة على الحياة ابقوا يا نهاية الفيديو سووا لايك اشتركوا بالقناة إذا بعدكم جداد وخلونا نشوف أول شيء مهم جدا جدا اللي هو ابقى بالمنزل قدر الإمكان ولا تخرج من المنزل إلا إذا كانت هنالك ضرورة قصوى مسألة حياة أو موت تتطلب خروجك خارج المنزل الفقرة الثانية اللي لازم ننتبه عليها إذا كنت خارج المنزل إذا كنت بخيمة إذا كنت بسيارة إذا كنت بمكان عملك ابقى بهذه الأماكن إذا كنت بسوي تخييم إذا كنت طالع بسفرة إذا كنت طالع بسيارتك في مكان وفجأة العاصفة الثلجية ابقى في سيارتك ولا تحاول تخرج من مكانك وتروح لبيتك لا تحاول تروح للمدينة ابقى بمكانك ليش تبقى بمكانك؟ لأن الخروج راح يعرضك للخطر انعدام الرؤية لما تنزل العاصفة الثلجية راح يصير هواء عالي والهواء بثلج فما راح تقدر تشوف أكثر من مترتين أو ثلاث أمتار حركات المرور راح تصير خطرة جدا والطرق راح تصير زلقة فيفضل تبقى في مكانك راح تتعرض البرودة شديدة جدا أثناء العاصفة والهواء وهاي الأشياء راح تؤدي إلى تعرضك للرطوبة وإذا تعرضت للرطوبة فهنا أغلب الدراسات وأغلب المصادر اللي بحثت عنها حتى لكم هذا الفيديو تقول أن الرطوبة هي عدوة الإنسان في حالات العواصف الثلجية أصدقائي إذا كنتم عالقين هاي النقطة الثالثة اللي هي جدا مهمة إذا كنتم عالقين مجموعة أشخاص يعني علاقته بمكان مكان عملكم او عصيتوا بالسياره صارت ثلوج عاليه بحيث الخروج اصبح شبه مستحيل لا تطلبون من احد افراد المجموعه الخروج لطلب المساعده اثناء هطول العاصفه لان اذا راح يخرج لطلب المساعده فاحتمال كبير راح تتعرض حياته للخطر وما راح يقدر يرجع ولا راح تقدرون تعرفون عنه اي شيء اثناء هطول العاصفه الانتظار ثم الانتظار ثم الانتظار تقول التجارب يعني كثير من الناس ممكن ممكن الانسان انه يصمد بسيارته لمده اسبوع ان كان موفر متطلبات واشياء ضروريه راح نتطرق لها بالنقاط القادمه. اذا كنت بالعراء اذا كنت بمكان مفتوح يعني مثل هذا المكان الحلو هسه اذا نزلت عاصفه ثلجيه وصارت الامور شبه مستحيله يعني مستحيل تخرج مستحيل تتحرك لازم تنتبه على الاشياء الاتيه. حاول تعمل لنفسك خيمه اذا لقيت مثلا قطعه خاولي اذا لقيت بطانيه اذا لقيت فد قطعه قماش اعمل لنفسك ملجا حتى يحميك من الهواء واذا ما توفر عندك ملجا فبامكانك عمل كهف الكهف ممكن تعمله من الثلوج يعني تجيب الثلوج تسويها على شكل كهف وتنام في داخلها راح يسالني البعض كيف راح تنام في داخل كهف من ثلج؟ ما راح تنجمد؟ انت راح تنجمد راح تنجمد في كل الحالات فانجمد في داخل كهف حتى يحميك من الهواء حتى يحميك من الحيوانات حتى يحميك من البرودة القاسية خارج الكهف صدقوني كثير شايف تقارير عن الأسكيمو يبقون في داخل كهف في داخل الثلوج وأحيانا تكون الحرارة يعني معتدلة في داخل الكهوف يعني مو كهف كهف تبني ابني لك بيت صغير من ثلج وطب نام جوا ودعيلي الشيء الخامس حافظ على نفسك دافئ وجاف مثل ما قلنا الرطوبة هي عدو الإنسان لف جسمك ببطانية أو منشفة وإذا كنت مع شخص آخر يعني إذا علقت مع شخص آخر بالعراء أو في مكان معين وما كانت هناك وسائل للتدفئة فاستعملوا دفئ الأجساد يعني خلي واحد يحضن الثاني وخلي عيد الحب يصير من وقت اعتبروا العاصفة هي عيد الحب أما إذا كان جبار الميكانيكي أو جبار الفيتر وياك وعلاقته بالثلوج فنصيحة مني إليك حاول تتعرض للانجماد ولا تاخذ احضان جبار الميكانيكي لانه كارثه. الشغله السادسه اذا كنت بالسياره اذا كنت بالسياره فابقى داخلها واترك المحرك شغال والتدفئه شغاله وتجنب تشغيل السيارة إذا كان المكان اللي الصالنصه أو العادم مال الدخان إذا كان مطمور بالثلوج في هذه الحالة راح ترجع لك الغازات والدخان إلى داخل السيارة وراح يؤدي إلى تسمم بأحادي أكسيد الكربون وهذا هو شيء خطر جدا جدا طبعا يوصون في كل أنحاء العالم حتى في ألمانيا في هذه الأوقات الصعبة يعني فرق الإسعافات الأولية والدفاع المدني يوصون دائما أنه في فترات التقلبات الطقس الخطره، العواصف الثلجيه ابقي خزان سيارتك مليان بالوقود سواء كان ديزل او بنزين أه، تحسبا لاي طارئ، قد تكون انت على خط سريع وقد تحصل عاصفه ثلجيه تضطر تركن تضطر توقف بسيارتك في مكان معين، في غابه، في مكان جميل نفس هذا المكان فلازم يكون عندك وقود كافي حتى تدفي نفسك في داخل السياره قدر الامكان. وصلنا إلى النقطة الثامنة إذا عطشت فيفضل أنك ما تأكل الثلج لأن إذا أكلت الثلج راح تبرد بالزايد أنت تحتاج تدفي جسمك فمبدئيا إذا حصلت على فرصة لإشعال يعني إشعال نار في مكان معين في كهف في خيمة في يعني في أي مكان معين حاول تخلي الثلج في وعاء وتخليه موع وبعدين تشربه الفكرة هي أنك مو تأكل الثلج يعني واحد بردان ويأكل ثلج ما اجدها فكرة صعبة هل تجدونها فكرة صعبة اكتبوا لنا بالتعليقات النقطة التاسعة مهمة جدا جدا اذا كان لديك طعام فلا تأكل الوجبة كاملة قسم الوجبات لكي تقتصد بأكل الوجبات بصورة يعني كمثال بسيط اذا كان عندك سطل مال كي اف سي مال كنتاكي بعشر قطع انا شخصيا اذا اجوع ويصير وقت الغداء هذا السطل اخلصه كليته تلقاني ماكل خمس ست سبع ثمان قطع في فترات العواصف الثلجية قسم الوجبات يعني الست قطع ممكن أنت جسمك يكتفي من قطعة واحدة ويوفر لك الطاقة ويوفر لك الحماية اللي أنت تحتاجها فممكن السطلة مال كي اف سي اللي كثير ناس يخلصوها بجلسة واحدة ممكن تظل عندك أربع خمسة أيام واطمئن وتذكر هاي الشغلة ببالك وإن شاء الله يا رب يحفظكم وما تعرضون لأي من هذه المواقف النقطة رقم عشرة عند انتهاء العاصفة حاول تحدد الاولويات اللي راح تسويها بعد العاصفه ما راح تنتهي العاصفه راح ينترك ثلج متراكم يعني قد يصل الى درجات عاليه فانت اذا كانت حالتك الجسديه تعبانه اخذ لك فتره راحه اذا كنت انت تعاني من مثلا جروح من رضوض من مشاكل صحيه اعتني بصحتك ريح نفسك يوم نص يوم اغلب النصائح هي انه خطط لما تفعله بعد انتهاء العاصفه وبعدها بامكانك تقرر شنو هو الشيء اللي تستعمله اذا كنت على خط سريع ممكن تظل تنتظر الى ان ترجع حركه المرور الى تطلب المساعده اذا كنت بالغابه والله ما اعرف شو تسوي بس يباك على نفسك النقطه رقم 11 وراها اكو بعد كم نقطه راح اقول لكم اياها بس تيجي للنقطه رقم 11 استمتع بتساقط الثلوج اذا انت تفهم لغه فمعناها معناها انت انسان عربي او عايش من الشرق الاوسط بشمال افريقيا في اماكن معينه الغالبيه ما بها ثلوج فلما يشوف الثلوج استمتع وانسى انه انت في خطر وانسى انه يعني هذا الخطر ممكن يهدد ارواح واستمتع بالحياة وانظر للثلوج كأنك رايح بسويسرا وتنظر الى هاي الطبيعة الجميلة انا ما أعرف ايش اخاف على سيارتي اللي ورا كل ساعة تفت واستمتع اسمع فيروز اسمع ساجد عبيد اسمع لك مع ياني اسمع سعدون الساعدي وانتعش وانسى الراحه النفسيه تحتاجها حتى توفر لنفسك قوه، حتى تخطط، حتى ما مت... تصرف طاقه كثيره، حتى تحافظ على نفسك دافي. اما نجي الى نقطه او نقطتين جدا جدا مهمه، لما تكون في اماكن بارده او لما تصير عاصفه ثلجيه يفضل انك تحضر وياك بطانيه. البطانيات اللي الناس تستعملها اثناء النوم يفضل انك تخلي وياك بطانيه في داخل السياره في حال في حال صار عليك شيء، في حال خلصت بنزين، في حال ردت تنام تقدر تدفي نفسك بالبطانيه وبهالحاله راح ما تعرض نفسك الى بروده قاسيه، شوفوا هسه انتم كلكم راح تستفادون لانه انا هسه بطانيه وراح يظل هذا المشهد ببالكم فلما تصير عواصف ثلجيه كلكم راح تخلون البطانية في داخل السيارة بعد ما خليت البطانية يمك في داخل السيارة اكو شيء لاخ مهم لازم تسويه هسه راح اقول لكم شنو هو الشيء اللاخ المهم اللي لازم تخليه عندك بالسيارة اللي هو شاي مهيل وترمز وكاسة وبعدين تصب الشاي هذا الشاي يعني يعتبر شلون بروسيا يضربون فودكا الفودكا يقول لك تدفي هذا الشاي انا انصحكم به خصوصا اذا ابي حبات هيل تنطيك طاقه ويا ما تسمع اغاني فيروز في يعني تنتعش وتعدي عليك العاصفه الثلجيه وحياتك تصير مستقره وتشرب شاي بنص البرد وتدعي لي اذا شفت هاي الاحد عشر نقطه والبطانيه وكوب الشاي اشياء مفيده سوي لك الفيديو اشترك بالقناه فعل الجرس تحياتي لكم ربي يحفظكم ومع السلامه